شكرا شكرا جزيلا زميلنا العزيز احمد المسيري. طيب بتكلم على دور اجاي، اقنعك يا كابتن حسن ولا لا؟ لا، الوقت اللي لعبه ما تقدرش انت تحدد ان هو اقنعك او ما اقنعكش، لكن الوقت اللي لعبه بيمسك كرة، بيلعب كرة مع زملاته وبتاع، لكن ما شفناش خطورة منه. إذا كنا احنا متوقعين وإذا كان ده سعره الكبير ده كده، لكن ما نقدرش نحكم عليه خلال ربع ساعة أو ثلث ساعة أو 10 دقايق. بص، هو بيمسك كرة كويس وبيباص وبيشتغل مع لعيبته وبتاع وكده، لكن احنا ما شفناهوش قدام على المرمى شكله إيه يعني. ما ده يعني في المباريات اللي جاية يبدا يظهر، اذا كان هيبدا يلعب او اذا كانت هتبقى هيبدا من البدايه ان هو يبدا يلعب تقدر انت تحكم عليه. طيب كابتن زكريا، برضو التحركات بتاعته اكيد بترسم لك شويه الستايل، التحرك، الامور دي برضو. مش سترايكر، مش نمره 9 يعني، مش راس حربه صريح. بيخرج لوحده كده يبقى لا يعني. تقصد مش نمره 10 يعني؟ لا، مش نمرة 9 يعني، مش راس حربة صريح. يعني مش متعب. طالما بتلقائية بتخرج برا ال 18 يبقى انت مش حابب المنطقة دي انك تفضل فيها علشان العب في الحتة دي. الا اذا تعليمات من حسام البدري. انما احس كده ان هو مش سترايكر. هو ممكن يجي تحت راس الحربة، يجي من الشمال يكمل لراس الحربة، انما احس كده ان هو مش سترايكر صريح. طبعا مؤكد الكابتن حسن بيتكلم على 10 دقائق، ما اقدرش اقول 10 دقائق يعني دي نجيبها تاني. لو دي نجيبها تاني هتشوف حاجه كده تحسسك ان هو مش سترايكر بيلعب في المنطقه دي على طول. يعني الكره اللي فاتت اللي استلمها في ال 18 وراحت منه. اجيبها لحضرتك مره تانيه. هو هنا عمل ثرو باس وراح على ال 18. هو دخل اهو جوه ال 18 لعلي معلول. هي دي. بص الاستلام، هو الكره كانت هنا هنا. لف ازاي؟ لف بظهره للجول، في حين ان هو يقدر يستلم ويبقى وشه للجول. صحيح. يعني ده استلام مش سترايكر، برضه يستلم بشماله ووشه للجول. اهي يعني لف غلط. دي ملاحظه مهمه. لف غلط. دي مش سترايكر. دي ملاحظه مهمه. دي ملاحظه مهمه. يعني اديها المتعب هتلاقيه ياخد قرار تاني. اديها لحد كابتن حسن يحكم. طبعا جون. جون ندي لكابتن زكريا جون في دي. ياخد جونين كمان. لا احنا ما بجون. لا صحيح، لان هو لف غلط لما تيجي تشوفه جابها. لف هو استلم بشماله، وممكن هو بيلف بشماله ويشوط على الجول. هو لف العكس يعني، هو فاكر ان اللعيب في ظهره. لا، هو لف وكانش لسه اللعيب جه. حساسيه المنطقه مش موجوده. بس خلاص، بس كده. هو ده اللي انا قصده عليه. نروح عايز اجيب لك اللقطه اللي انت كنت متكلم عليها في الدقيقه 75. ده التنوع اللي انا بهتم بيه قوي او بشوفه فيه تطوير في الهجمه المرتده للنادي الاهلي. ناخد بالنا من الريتم، وناخد بالنا من تحول الكوره اللي بيها البطل بتاعها هو عبد الله السعيد. زي ما بيقول الكابتن حسن، 12 دقيقه لعبهم خسر الكوره 5 مرات. خلينا ما نقيمش، بس انا موافق. انا بقى في حته في تقييم مبدئي يعني. ده اسمه تقييم مبدئي، انما نسيبه شويه. نسيبه كتير؟ لا، نسيبه يلعب. لان انا مش مع ان نادي يجيب لاعب افريقي او اجنبي يقعد احتياطي او يتقال له انت هتتنافس مع اللي موجودين عشان تلعب. لا، انا جايبه ودافع فيه مبلغ كبير قوي زي اجاي 2 مليون دولار يلعب ويبقى فارق عن اللي موجود في مركزه. ما ينفعش ان لاعب افريقي اقول ان يقعد فتره على بال ما يتاقلم او ان هو يتنافس مع اللعيبه اللي موجوده. ده كلام اقوله لندفيد، اقوله لاكرم، ان انا جايب اكرم توفيق اقول له يا اكرم انت مواليد 97 انت هتتنافس عشان تلعب. اقوم اشجعه. انما لما يجي لاعب محترف برقم عالي وجاي من منتخب نيجيريا الاولمبي، ما ينفعش لاعب انا جايبه بالارقام دي المفروض ان هو متميز عن اللي موجودين فما احطوش في منافسه. لا، ده انا بقول له انت
هتلعب 90% من الدوري 80% من الدوري عشان انت جاي متميز عن اللي موجودين، او انا جبته عشان متميز. صحيح. فده الفرق بين المحترف الاجنبي او اللاعب المحلي. نروح للكابتن طارق سليمان وحوار مسجل منذ قليل، تابع مع حضرتك.